في مجالي التأسيسي دائما وقعت اليوم بالرباط كل من الجمعية المغربية لتنظيم الأسرة وجامعة محمد الخامس اتفاقية شراكة. الاتفاقية ترم التوعية الجنسية والصحية للشباب خصوصا في الوسط الطلابي. وفاء اليعقوبي وعبد الإله بوزحي. الجمعية المغربية لتنظيم الأسرة تنفتح على المحيط الجامعي. هذه المرة وضعت نصب أعينها فئة الشباب والشابات من طلاب الجامعة لتحسيسهم وتوعيتهم بمجموعة من المخاطر الصحية التي يمكنهم تفاديها. التعامل والتشارك والتعاون حول كل ما يهم التربية وكذلك كل ما يهم التوعية الصحية وكل ما يهم بجانب التوعية التربية الجنسية. الشباب تجهلوا بزاف المسائل في مسكي في كونسيرن صحتهم وتيديروا اغلاط. حنا بغينا باش يكون عندهم معلومات في الامراض المنقولة جنسيا واخطارها في الحمل الغير مرغوب فيه والاخطار ديالو والمسائل يتعلموا يحميوا راسهم. بموجب هذه الاتفاقية سيستفيد الطلبة من مجموعة من الأنشطة تسعى الجمعية من خلالها إلى تنظيم الأسرة والحفاظ على صحة أفرادها الجنسية والإنجابية. من أخبار الفن السابع وبالمركب الثقافي